السلام عليكم. برنامج اليوم برضو من البرامج الحلوة كتير اللي ممكن إنه المعلمة تستخدمها علشان تعمل شخصيات في بيناتهم حوار، وهاي الشخصيات تتحركها بس ما بتتكلم. يعني الفرق عن هداك البرنامج إنه هذا البرنامج ما بيمكنني أسجل صوتي على الشخصية. اسم البرنامج كوميك بانل. كيف أنا جبته؟ من الأبل ستور، رحت وكتبت كوميك، نعمل سيرش، نكتب كوميكس بانيل كرياتر، أول واحد اللي هو على شكل الشخصيات، رح أعمل له أوبن. نشوف الواجهة الرئيسية للبرنامج. في عندي مجموعة من الأدوات 1-2، بعدين في عندي براش، في عندي لايت، في عندي إريزر، في عندي كاميرا، في عندي شير. هدول اللي أسفل البرنامج، هدول هم التولز اللي بنستخدمهم علشان نستخدم هاي الشخصية ونكتب فيها. طبعا مجرد أني أضغط على مربع النص في الأعلى رح يمكنني من الكتابة. رقم 1 رح يعطيني الشخصية شخصية واحدة، رقم 2 رح يعطيني شخصيتين، رقم أما البراش اللي موجودة تحت أو الفرشة راح تعطيني أشكال مختلفة من الشخصيات. بالنسبة للأشياء هاي الموجودة هون على تحت كل شخصية، في عندي حركات بتمكن أنا أني أحرك الشخصية على كيفي، أحرك إيدها، أحرك حركات الرجلين عن طريق الخطوط الموجودة تحت الشخصية، علشان مجرد أن أعملها باتجاه اليمين بحرك لي الأقدام، وباتجاه اليسار برجعها زي الحالة الرئيسية. هيك بكون أنا خلاص اخترت الشخصيات. بس أختار أنا الشخصيات، بكتب في مربع الحوار النص اللي أنا بدي إياه، أي نص أنا بدي إياه. What is your name مثلا. اوكي. هلا انا بمجرد اني خلصت، طبعا اشاره الايريزر بتمحي لي، الايريزر بتمحي لي الشخصيات، والكاميرا بتخليني اتصل ب او بتخلي البرنامج ياخذ من صور الجهاز او ياخذ لقطه. اما الشير الاخيره فهي بتعمل لي شير للصوره. عاده انا ما بستخدم شير الصوره لانها دائما ما بتخليني اعمل شير زي ما انا بدي. بصور، بلتقط الشاشه بهذا الشكل، وبعدين بقص الشاشه بالمقدار اللي انا بدي اياه، وبعمل دن وبسيفها عند الفوتوز علشان استخدم هاي الصوره في اي نص حواري انا بدي اياه، او اني اودي هاي الصوره بالايميل واستخدمها في داخل الباوربوينت تبعي علشان احط شخصيات حلوه وشكلها كتير حلو بدون ما ادور عليها بالجوجل كروم. هذا هو برنامج اليوم، بتمنى الكل يكون استفاد منه. دعاء منصور، تحياتي.